لو الحكاية فيها إن فيتو عشان ده كان أصغر واحد عند أبوه، بس هو اللي كان بيجري على أمه وأبوه وواقف في رجليهم وبيجروا عليهم، وهم غلابة ما عملتهمش لا حاجة ولا محتاجة، وإزاي سايبينهم بقالهم 60 يوم دلوقتي؟ لا سألوا عنهم، لا سجنوا المسجون إن خد شنق ولا ده خد شنق، ولا سألوا عنهم بأي حاجة. يعني اللي ميتين بعدهم في برضه عملهم حجة وادوهم اجازاتهم وادوهم كل حاجه، دول مستقلين عنه خالص اكنه ميت على الزراعيه، هو ميت في المعسكر بتاعه وبيكافح على اكل عيشه، ميت في المعسكر ولا حد استقل عنهم خالص، ازاي الكلام ده ينفع يعني؟ ازاي اللي ماتوا بعده ياخدوا حقوقهم واللي ماتوا قبله ياخدوا حقوقهم، ودول لا بيحكموا على اللي ضربوه ولا بيشنقوه ولا بيعملوا فيه حاجه؟ نروح فين احنا؟ امه وابوه كانوا مستحقين وعاوزينه. أبوه خدم 7 سنين في الحرب وقاعد مستحق عاشور، اللي راح عاشور دي اللي كان بيأكله وبيجري عليه وأبوه تعبان، إزاي الكلام ده يعني؟